شأن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سعيد مأمون، مدير الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية. دكتور سعيد، أولا بعد تحية توجيهات من الدكتورة هالة زايد خلال اجتماعها معكم عبر تقنية الفيديو كونفرنس لإطلاق خدمة القوافل العلاجية في مختلف المحافظات، بالنسبة لهذا الإطار في محافظة الإسماعيلية ما الذي تم في هذا الأمر؟ والأول تحياتي لحضرتك ومشاهدينك. طبعا كان عندنا اجتماع عبر الفيديو كونفرنس مع الوزيرة هالة زايد، وجهت بآلية توصيل العلاج للحالات المخالطين وحالات الإيجابية البسيطة ممكن نوصل لغاية المنازل. فالآلية اشتغلنا على أكتر من محور فيهم. أول حاجة إن الخدمات بتقدم بالنسبة للعلاج من داخل الوحدات الصحية، وبتقدم في المستشفيات للفرز، مستشفيات الفرز والاشتباه، وبتقدم من خلال عيادات القوافل العلاجية وعيادات تنظيم الأسرة. فعلى سبيل المثال احنا في محافظة إسماعيلية بدأنا نشتغل على ان انا في كل مركز ومدينة عندي في مركز وحدة صحية وفي عيادة تنظيم أسرة وسيارة قوافل علاجية بتقدم الخدمات دي داخل كل مركز، موزعة على المدينة الأم في المركز نفسه وعلى بعض القرى اللي موجودة فيها. بدأنا فعليا في الأنطرة غرب، وبدأنا فعليا في التل الكبير، ومتزامنين في ده مع مدينة إسماعيلية. مدينة إسماعيلية فالنهاردة أنا عندي في مدينة إسماعيلية على سبيل المثال أنا بقدم الخدمات دي في مستشفى الصدر ومستشفى الحميات ومستشفى إسماعيلية العام، مركز طبي حي، مركز طبي السبع بنات، وفي مركز طبي الشيخ زايد، وعندي قافلة متمركزة قدام حي السلام. طيب دكتور سعيد، تحدثتم عن حقائب المستلزمات الوقائية، ما هي طبيعة هذه الحقائق؟ يعني هذه الحقائب تحتوي على ماذا بالضبط؟ ثلاث مستويات من الحقائب ديت، في للحالات الإيجابية والحالات الإيجابية البسيطة اللي لها عزل منزلي وتنطبق مع اشتراطات العزل المنزلي. الحقيبة دي بتكون عبارة عن العلاج بتاع بروتوكول العلاج نفسه، بروتوكول العلاج نفسه يضاف للواقيات الشخصية اللي هيستخدمها مع الألكحول جيل بتاعه مع ترمومتر مع حاجتين مهمين قوي، مطوية عبارة عن التعليمات والإرشادات الخاصة بالعزل المنزلي للمريض نفسه والأهل الأسرة المتواجد معاهم، وفيها كمان نسب تخفيف الكلور وتركيزاته إذا كنا هنعمل تطهير للأسطح. يضاف لده كمان كارت متابعة. الكارت المتابعة ده في بيانات للمريض نفسه خاصة بالأقرب مستشفى هيتابع بيها وأيام المتابعة بتاعته، نتيجة أول عينة خاصة بالبي سي آر بتاعه وتوالي العينات اللي هيعملها بالتواريخ وهيعملها في أقرب مستشفى يتاخد منه المسحة بتاعته. يضاف لده كارت تعريفي خاص بالمريض نفسه يحمل الرقم القومي ويحمل أقرب تليفون الشخص بتاعه مع اسم المريض. ده بالنسبة للحالات الإيجابية البسيطة. ده لو حالات إيجابية ولكن بدون أعراض. بدون أعراض. هنا ببدأ معاه العلاج برضو من الاشتباه والوقيات. الحاجة الثالثة لو أنا عندي مخالطين ولم تظهر عليهم أي أعراض، ده أنا بتعامل معاه بالوقيات بس. طب افرض مخالط وظاهر عليه أعراض بسيطة، ببدأ أعالج أسيمتوماتيك، وإن أنا بديله زي فيتامين سي والزنك، ولو محتاج باراستامول بديله. تمام. على حسب الحالة وتقييمها. وضحت الحالة، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور سعيد مأمون مدير الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية على هذه التوضيحات.